احنا ما يعني متاكده من المعلومات ان الحادث حدث حوالي الساعه 12 ونص الواحده، اقتطام سفينه عابره سفينه الاغنيات لمركب الصيد الموجوده حاليا حادث، طبعا ادى الى انقلابها وجروحها على احد الاجناب. طبعا ما حصلش تنبيه او انذار كامل ما بين المركب العابره دي ومركب الصيد، حدث هذا الحادث الاليم. طبعا بدات الانقاذ يبدا من مركب الصيد اللي هي بتتبع الصيادين لما شافوا هذا الحادث. والمركب الصيد خلي بالك هو كان المفروض يديلها تنبيه وهو جاي، حصل ارتطام بينها بالليل مع العلم التام ان كان عندك انت نور في المركب. الحمد لله الحمد لله. يعني هو لو بيننا وبينه بلد نشوفهم منظور اللي احنا عاملينه. انت عارف بقى طبعا نور الشنشله وعارف انت لما تيجي تصطاد شنشله